ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. اليوم راح يكون معانا موضوع يمكن انتشر كثير في الآونة الأخيرة، هو مرض السكري اللي هو أحد الأمراض انتشر بشدة في كل أنحاء العالم، وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بنمط الحياة الخاطئ. وفي فقرة صحتك بالدنيا مشاهدينا لهذا اليوم بنتحدث أكثر عن مرض السكري، أعراضه وإمكانيات التعايش معه مع الدكتورة نوال إبراهيم استشارية أمراض الغدد. صبحت الله بالخير يا دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. في البداية خلينا نعرف المشاهدين، إحنا قلنا في المقدمة أنه هذا المرض انتشر كثير في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، يا ترى شو الأسباب اللي خلت هذا المرض انتشر بهذه الكثرة؟ طبعا أولا المرض السكري هو مرض مزمن ينتج عن عندما يعجز البنكرياس عن إفراز كمية كافية من الإنسولين أو يعجز خلايا الجسم عن استخدامه بشكل صحيح. وانتشر في الآونة الأخيرة المرض السكري بشكل مخيف كما قلت. طبعا يعود أسبابه إلى نمط الحياة المتبع والذي يغلب عليه الركود وعدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط، وأيضا يعني تناول أكلات المصنعة اللي غنية بالدهون صحيح. وأيضا ولا ننسى أن عامل الوراثة أيضا يلعب دورا مهما في هذا المرض. نعم دكتورة، الكثير من الناس يمكن ما عنده خبرة في أعراض مرض السكري، ليت نعرف المشاهدين عن أعراض، يعني في مريض لا سمح الله بالسكري شو الأعراض اللي تبين عليه، حتى عشان اللي قاعدين جنبه لا سمح الله يعرفون كيف يتعاملون مع هالحالة. طبعا طبعا اكثر الحالات المرض السكري المصاب لا يشعر باي اعراض، ويتم معرفه انه مصاب بمرض السكري من خلال فحص الدم وملاحظه ارتفاع نسبه السكري فيها. وطبعا بعض الناس لديهم اعراض مثل كثره التبول واستيقاظ أثناء النوم للتبول، وكذلك كثرة العطش وتناول الماء الكثير، وكذلك نقص الوزن وخصوصا في النوع الأول، وكذلك يكون يشعرون بالخمول والإرهاق، وهذه طبعا الأعراض الرئيسية لمرض السكري. يقل النشاط فعلا لديهم. طب دكتورة خلينا نعرف المشاهدين أنه ما هو داء السكري، يعني هل فعلا البنكرياس يقف تماما عن أداء عمله فيصبح الإنسان يستعمل أنسولين خارجي سواء كان الإبر أو الحبوب؟ نعم طبعا يعتمد على نوع السكري. النوع الأول طبعا يكون يعني نقص مطلق في إنتاج الإنسولين، لأن الجهاز المناعة يهاجم الخلايا المسؤولة عن إفراز الإنسولين في البنكرياس، وبذلك يتلف الخلايا ولا ينتج أي إنسولين، والإنسولين هرمون مهم جدا نحن نحتاج إليه في الحياة لكي يساعد الخلايا إلى دخول الجلوكوز لكي يستخدمها كطاقة. وطبعا مو ضروري أن كل الناس يحتاجون المصابين بسكري إبرة إنسولين، هذا في نوع الأول فقط. ونوع الثاني اللي أكثر شيوعا 90% يمكن يعني حالات يحتاجون الإنسولين بس مو بضروري. يعني النوع الأول وراثي عن طريق الجينات ويحتاج للإنسولين الإبر، مو ضروري أن تكون وراثي، ولكن مزيج من العوامل الوراثية، وأيضا يعتقد بأن العدوى الفيروسية والبكتيرية، وهذا يحتاج الإنسولين يعني للعلاج. دكتورة، من المعتقدات اللي منتشرة عند الناس أنك إذا تناولت أو قمت بتناول كثير من السكريات والحلويات لفترة طويلة خاصة في يعني فترة الطفولة والمراهقة ممكن تؤدي إلى إصابتك بمرض السكري، ما صحة الكلام؟ هذا كلام صحيح. طبعا هسه همنا نلاحظ أنه الانتشار مرض السكري نوع الثاني الأطفال والمراهقين بسبب الأصناف الغذائية التي غنية بالدهون والكربوهيدرات وقلة الرياضة، ويعني طبعا السكري نوع الثاني مجموعة من العوامل أيضا، مو بس عامل واحد، كلها مزيجا مع بعض
يسبب المرض السكري نوع ثاني. جميل دكتورة، يمكن صعوبة هذا المرض في أنه يأتي للأطفال الصغار في العمر، يعني حتى نعرف أنه حتى في بعض الرضع عندهم سكري، في صعوبة في أنك تعمل كنترول على الطفل، يعني أغلب العوائل يمكن تعطي حلويات للطفل كهدية أو حتى عشان تسكته عشان ما يبكي مثلا أو عشان يلتهي، ولكن اللي عندهم مرض السكري بيلاقوا الأهل صعوبة في أنهم يعملوا كنترول خصوصا على الوجبات أو على الحلويات والسكريات. صحيح، طبعا ذكرتي أن طفل الرضيع أيضا عندنا أنواع السكري، أولا السكري نوع الأول والثاني اللي شائع أكثر، وعندنا نيونيتال دايابيتيس، وأيضا عندنا الوراثي مثلا ألستروم وولفرام سيندروم، عندنا هذولا. طبعا كلش صعب أنه نسيطر على السكري عند الأطفال، ولكن بالتقنيات الجديدة ويعني هسه أكو عندنا جهاز يراقب الإنسولين، يركب بالجسم يراقب الإنسولين مدى 24 ساعة، وكذلك نقدر ننطي الإنسولين من خلال البومب يعني بصورة مستمرة. والنوع الأول طبعا يمكن اعطاء القطع حلويات، ولكن يعني يمكن الحساب الكربوهيدرات اللي بيها بهذا القطع الحلويات واعطاء جرعه الانسولين حسب قطعه الكربوهيدرات اللي بيها. طبعا هذا في نوع الاول اللي شائع بين الاطفال والمراهقين. جميل. دكتوره، يمكن المرض السكري بحد ذاته يعني ما يسوي خطوره كبيره على الانسان، لكن عاده الاشياء التي ترافق مرض السكري مثل الامراض الاخرى وايضا هناك غيبوبه السكري، فكيف ممكن الانسان يتعايش مع هذه الاعراض؟ طبعا هناك مرض السكري يترافق مضاعفات، هذا المضاعفات يمكن تكون مزمنة أو الحادة. المزمنة ينتج عن أنه السكري ما كان مسيطر عليه لفترة زمنية طويلة، ويؤثر في المخ والأوعية والشرايين وكذلك القلب والقدم والأعصاب، يسبب الاختلال الشبكة العينية واختلال الأعصاب. طبعا لذلك مرض السكري هم فيها خطورة البتر الأطراف، ولا يعني 20 مرة أكثر من غيرهم. ولكن يعني تحكم بالسكري وسيطرة عليه يمكن تفادي هذه المضاعفات بشكل كبير. وكذلك عندنا هذا المضاعفات الحادة اللي نسميها انخفاض الهبوط في السكري هايبوغلايسيميا، وكذلك هايبر اوزمولر هايبرغلايسيميك ستيت اللي HHS يكون نسبة السكري، هذا يحصل في النوع الثاني وفي كبار السن يكون السكري فيهم عالي جدا، وكذلك دايابيتيك كيتوأسيدوسيس الذي الأحماض الكيتونية السكري يرتفع بشكل كبير، وكذلك إذا ما نعالجها يسبب الغيبوبة وبالتالي الوفاة. ولكن لحسن الحظ أن هذا يعني المريض إذا تدربنا كيف يعني recognize the symptoms يتعرف على الأعراض، وكذلك يمكن والأشخاص الذي يعيشون معه يتعرفون على الأعراض يعني لكي يقوموا في حالات الطارئة، يقوم بالواجب أثناء الطوارئ. صحيح. الدكتورة زي ما أنت قلتي أكيد أنه مو بس مريض السكر، يمكن حتى اللي حوله أباء وأصدقاء ولازم يكون عندهم يمكن خبرة بمريض السكر، فأكيد أنت عندك نصائح لمرضى السكر، خلينا نسمع منك، تفضلي دكتورة. طبعا ضرورة انتظام مريض السكري في علاج الموصوف من طبيب المعالج، وانتظام في فحص الدوري للسكري وضغط الدم والكوليسترول، وكذلك ينصح دائما مريض السكري بمراقبة الوزن باستمرار وعمل على نقصه، وكذلك على مريض السكري الالتزام بالعادات الغذائية الصحية. يجب على مريض السكري ابتعاد على مثيرات التوتر والانفعال الزائد. شكرا. شكرا يا دكتور على هالنصائح، شكرا على تواجدك معنا في صباح الدار، نسأل الله السلامة للجميع بإذن الله. إن شاء الله يا رب. دكتور. شكرا.